رفض مستمر في الشارع العراقي لتكليف محمد علاوي برئاسة الوزراء، تزامنا مع ثورة خرجت بالأساس للإطاحة بالنظام السياسي بأكمله. محافظة القادسية من بين هذه المحافظات الرافضة لعلاوي، يؤكد متظاهروها أنهم لن يعترفوا بشرعية الأحزاب فضلا عن شرعية الحكومة التي تشكلها هذه الأحزاب. طبعا احنا نستنكر من ساحة اعتصام الديوانية، ساحة الشهداء الديوانية، نستنكر محمد توفيق علاوي لتنصيبه رئيس وزراء من قبل رئيس الجمهورية التي فقد شرعيته لترشيحه لتوفيق علاوي. شكو جدلية تطبق على محمد علاوي، من فاسد فاسد، من محكوم محكوم، سبع سنوات محكوم غيابيا، سبع سنوات محكوم غيابيا، مرتين صاير وزير، ها مرتين بالبرلمان، عمي كفيلك العباس ما تمشي، ما عمي محمد توفيق علاوي انت وجابك ما تمشي على قصاص رقبتنا. مرفوض باسم الشعب، هذا ابلغ رد من المتظاهرين على محمد علاوي، ليس لفساده فحسب وإنما لأنه جزء من العملية السياسية ويمثل أجندات الأحزاب الفاسدة التي أوصلت العراق إلى هذا الوضع المزري. محمد توفيق علاوي مرفوض باسم الشعب وباسم الساحات الاعتصامات، من ساحة التحرير إلى ساحة الديوانية إلى ساحة الكربلاء إلى جميع الساحات المحافظات، مرفوض باسمهم، ولم يكن هنالك أي أحد من الحكومة الفاسدة، الكابينة الفاسدة، الحكومة الحالية. وبحرقة يشكو المتظاهرون حال العراق الذي مزقته الأحزاب ودمرت شعبه وفتتت نسيجه الاجتماعي حتى باتت لفظة حزب تفزع العراقي وتبعث في نفسه الخوف واليأس. مو هاي أولادنا كلها راحت، الشهداء هاي شنو ذنبه؟ ولدنا شنو ذنبه؟ إلى متى نبقى هيك طائفية؟ والله ما أريد أي حزب، عمك فيشر الأحزاب، ما تصدروا حزبي، وهذا حكيم وهذا تيار ما أدري شنو، هذا حزب الدعوة وهذا ما أدري وهذا، إلى متى؟ إلى متى؟ كافي، والله أنا مستعدة أموت ما يخالف تقتلوني، يا صدرين تقتلوني ما يخالف، ما يخالف دول الشعب، بس ما أريد أي حزب. وتبقى ثورة تشرين هي أمل الخلاص المنشود وطريق المستقبل الزاهر لعراق جديد خيراته لأبنائه وعدالته تحكمهم في مظلة نظام وطني.